تنقذ جزاكم الله خير. بعض القارئات أيضا في الأحكام وفي مخارج الحروف ما شاء الله ما شاء الله يعني، ولكن قد صوتها قد يطيح بها في القراءة، ربما للارتباك، ربما الجوع للمصايب، والله أعلم. وتحدث مشاكل في القراءة، ويحصل النشاز في الأذن من خلال الصوت، صوت القارئ أو صوت القارئة. والذي أريد أن أؤكد عليه وهو لا تلومونا، جزاكم الله خير، فهناك قارئات ممتازات حتى وإذا يتمنى، ولكن لا بد هذه يعني ما يقتضيه الأمر أنك تختار من القراء واحدا أو اثنين أو ثلاثة، فأي واحد منكم يوضع في هذا الموقف ففي الحقيقة يعني موقف تقريبا قد يكون حرجا، لأن الحمد لله المشاركات وخصوصا أغلب المشاركات ممتازات قراءتهن لا يمل منها والحمد لله رب العالمين، ولكن تقصد الأمور أن يختار الإنسان في مباراة واحدة أو اثنان أو ثلاثة. وجزاكم الله خيرا وأشكر لكم حضوركم من جديد، والسلام عليكم.